إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. اللي في مقدمة الشوط هذه ختلة لسعيد بن حارب من خلفان النيادي، أما في ثاني المراكز هذه مشاهدينا الكرام هملولة أحمد بن صغير بخضار المحرمي، أما في المركز الثالث وصلت اللي هي وزن محمد بن عبد الله بن منير الشامسي مع المركز الثالث، بينما في رابع المراكز غصايب سالم بن مسار بن حادة الاكتبي، أما في المركز الخامس تتقدم غارة ضاحي بن سعيد بسيف المشغوني. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن نعود من جديد إلى مقدمة الشوط. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهنا على مقدمة الشوط غصايب سالم بن مثر بن حادة الاكتبي على مقدمة الشوط، بينما في ثاني المراكز وهذه الآن تتقدم اللي هي العين سعيد بن عبد الله بالطير العامري على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء تقدمت غارة ضاحي بن سعيد بن سيف المشغوني مع المركز الثالث، بينما في رابع المراكز هذه العزرة لسيف بن نايع بن سالم الغفلي مع المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما في المركز الخامس هذه مشاهدين الأعزاء الشاهينية سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي يتقدم مع المركز الخامس. هذه هي المراكز الأولى المتقدمة، لكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية، نعود إلى المعترك هنا مع المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه مشاهدين الأعزاء
وصايب سالب مطر بن حادة الاكتبي على مقدمة الشوط على المركز الأول في هذه اللحظة. المركز الثاني عندنا اللي هي غارة ضاحي بن سعيد بن سيف المشغولي. أما في المركز الثالث هنا القادمة في هذه اللحظات العين سعيد بن عبد الله بطير العامري يتحرك مع المركز الثالث في هذه الانطلاقة الأمتار الأخيرة الأمتار النهائية. وين الانتصار؟ وين وين التحدي؟ وين اللحظات النهائية؟ ما شاء الله وتبارك الله، هذه على المقدمة، هذه على الصدارة، غصايب غصايب غصايب، هذه مع المقدمة. سالب بن مطر بن حاثة لكتبي في مقدمة الشوط دوا، لكن هنا في اللحظات الأخيرة في اللحظات النهائية تهانينا لسالب بن مطر بن حاثة لكتبي على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت غارة ضاحي بن سعيد بن سيف المشغوني، المركز الثالث سعيد بن عبد الله بالطير العامري. التوقيت الزمني 6:16 ثانية، تهانينا والناموس.